في طبعا مجموعة من الصفات أو سمات اللي هي بتميز الطفل الفوضوي. أولا بتبقى عنده حتة العناد، تمام. دايما لو في مثلا تعليمات من الأهل أو الوالدين في منهم بيعطوه حاجة معينة إن هو يقدر يأديها أو مهمة معينة، بنجد إن هو بيبقى فيه تمرد، بيعند، مش عايز يأدي المهمة اللي توكل إليه من الأهل أو حتى من سواء كان في البيت أو في المدرسة من المدرسين. بتبقى عنده مشكلة الكذب والمشكلة، ممكن مشاكل سلوكية، تبقى فيه اضطرابات سلوكية زي هو عنده رفض تام لجميع الأوامر. رفض الأوامر، ما بيحبش حد يقول له اعمل، اللي هي قاعدة بحاجة الصيغة الأمرية اللي هي افعل ولا تفعل. هو بيحب، هو عايز يبدأ إن هو يتحرك من نفسه، يبدأ إن هو يعمل كل شيء هو شايفه حتى لو غلط. هو شيء هو طفل لا يعي الفوضى أو النظام، ما يعيش الموضوع، بس هو عايز يتصرف إيه بحرية. الطفل ده مش عايز حد يقيد حركته أو إن هو يخليه في مكان ثابت، لا هو بيكون عايز مع جميع الأشخاص ويكون مع حتى الوالدين نفسهم، مع أهله في البيت، مع إخواته، في لو راح مدرسة أو في الجامعة في النادي، سلوك واحد. ما بيرضاش، هو بتبقى عنده حتة المشاكل زي اضطراب سكوت، زي التردد والكذب، وساعات عنده مثلا هروب من المدرسة، بيميل لهروب من المدرسة، بيهمل أداء واجباته المنزلية. برضه من السمات بتاعته الطفل الفوضوي ان هو حتى ترتيب المكان بتاعه اللي قاعد فيه، لبسه مثلا في الدولاب بتاعه غير منظم. مش منظم، يعني بتلاقي حاجات مثلا واقعه في الارض، لبسه مش معلقه، عنده مكتبه مثلا بيقعد عليه بيذاكر عليه، بيتسم بالفوضى العشوائيه، ده حاطط هنا ده هنا، يعني مشغلوش ان هو في نظام معين. وده بقى نتكلم عليه في دور الاهل ازاي يتعاملوا مع مشكله الطفل الفوضوي. فهو دي السمات بتميز الطفل الفوضوي، بتبقى عنده الحاجات دي. وكمان حاجه مهمه في عنده العلامات المعرفيه اللي هي الكوجنيتيف بروسيس، بتبقى عنده ضعف في العلامات المعرفيه اللي هي زي ايه، بتبقى نسيان التعليمات، بينسى. حد مثلا اهله يقول له حاجه بينساها، مش بيذكر. بتبقى عنده فرط الحركه، نشاط زايد، عنده دايما الحركه كتير. بتبقى عنده حركه من غير عقلانيه طبعا. عنده نسيان للتعليمات، ضعف التحصيل، ما عندوش مش مقدرش انه يركز في حاجه معينه، عنده ضعف في التركيز كمان، يعني متركز في شيء معين او عمل معين، سواء اداء واجب منزلي، سواء مهمه معينه بيأديها، بتبقى ضعف، عنده تشتت، مش مركز في حاجه معينه ان هو يعملها. الترتيب العقلي جواه عنده، في عقله في الدماغ، بيتسم بالفوضويه والعشوائيه، مفيش نظام معين.